المجازر الإسرائيلية المستمرة في غزة منذ 26 يوماً تتجلى من جديد في مخيم جباليا شمال القطاع المحاصر. 6 أطنان من المتفجرات أحالت 20 منزلاً في المخيم إلى خراب، لتعلن وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل 50 شخصاً بينهم أطفال ونساء، فضلاً عن إصابة 150، حالات معظمهم خطيرة. الصور القادمة من هناك كشفت فداحة المأساة وأظهرت عشرات الأكفان في ساحة مستشفى العودة في منطقة جباليا، وسيارات الإسعاف تتقاطر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأرواح. أما إسرائيل فسارعت إلى تبرير قصفها للمخيم بعملية تستهدف قياديا كبيرا في حركة حماس يدعى إبراهيم بياري، وقوة تعمل تحت يده تنتشر في الحي المستهدف. أقل من 24 ساعة تعود المقاتلات الإسرائيلية لاستهداف حي الفالوجة بمخيم جباليا مرة أخرى، لتوقع عشرات القتلى والجرحى في هجمة تصفها وسائل أعلام إسرائيلية بالمركزة، استهدفت قيادات وعناصر في كتائب القسام تتخذ من الحي الواقع شمال القطاع مركزا لها في إطار التحضيرات لصد الهجوم البري الإسرائيلي وفق رواية تل أبيب. لكن الأكيد أن المدنيين هم وقود وضحايا هذا القصف الجنوني. والله فيها 25 ضابط. وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عبر عن فزعه بسبب العدد الكبير من الضحايا نتيجة القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين في غزة، ودعا الأطراف المتحاربة إلى احترام القواعد الدولية للحرب. بوريل أكد على ضرورة أن تكون سلامة وحماية المدنيين التزاما قانونيا ولا تقتصر على كونها واجبا إنسانيا فقط. ينضم إلينا من رام الله دكتور محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني. سعادة الوزير مرحبا بك معنا. يعني بالنسبة لاتفاقيات جنيف المادة 18 تحرم الهجوم على المستشفيات المدنية، الجميع يعلم بأن البروتوكولين الأول والثاني لاتفاقيات جنيف أيضا يعتبران الهجوم يعني المقصود على المستشفيات جريمة حرب. بعد تصريحات جوزيب بوريل، بعد هذا الزخم الذي يعتبر إنساني، هل يمكن الوصول إلى آلية لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين؟ يعني تأتي الجرائم ضد السكان المدنيين والأعيان المدنية في قطاع غزة ضمن منظومة جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، وإسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال خالفت كافة مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني في حربها البربرية الهمجية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. وبالتالي هذه المبادئ التي خرقتها وخالفتها وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة هي مبدأ الضرورة واللجوء إلى استعمال القوة والحل العسكري، بمعنى هناك لم تلتزم بمبدأ التمييز ما بين المدنيين والعسكريين، ولم تلتزم بمبدأ الحياة تحييد المدنيين، وقامت بقصف وضرب كافة الأهداف المدنية كالمستشفيات، وفرضت حصارا وهو جريمة ضد الإنسانية. هذا الحصار هو عبارة عن عقوبات جماعية، وتقصد من ذلك تجويع السكان المدنيين وعدم وصول الإمدادات الغذائية والطبية والأدوية وقطع المياه والكهرباء والاتصالات وكافة هذه المرافق، كلها تعتبر جرائم ضد الإنسانية، وبالتالي تنعقد عليها المسؤولية الدولية التي تحملها إسرائيل كشخص من أشخاص القانون الدولي. وأركان هذه الجريمة واضحة أنها تسببت بأضرار وضد شخص من أشخاص القانون الدولي. وثانيا، هناك إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال تتحمل المسؤولية الجنائية الفردية الشخصية، بدءا برئيس الوزراء الذي أعطى هذه التعليمات، وكذلك وزير الدفاع وكافة قادة
الكيان الصهيوني الذين يرتكبون أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. ضربت المستشفيات والاتصالات وكذلك الأضرار البيئية والأعيان والممتلكات الثقافية العامة والخاصة، وأكبر نسبة هي في الأطفال والنساء. وهناك نتحدث عن اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية المرأة واتفاقية جنيف الرابعة لعام 49 والبروتوكول الأول الملحق بها، كفل الحماية القانونية تقع على عاتق السلطة القائمة بالاحتلال، لأن قطاع غزة عندما انسحبت إسرائيل منه أعلنته كيانا معاديا، وهذا مخالف للقانون الدولي، لأن الحماية القانونية تقع على عاتق السلطة القائمة بالاحتلال للسكان المدنيين والأعيان المدنية. وثانيا أعلنت الحرب، كيف يجوز لدولة محتلة أن تعلن الحرب على إقليم محتل وشعب محتل وقطاع غزة ما زال تحت الاحتلال وينظمه مبادئ وقواعد قانون الاحتلال الحربي والقانون الدولي الإنساني. وثالثا إسرائيل تتذرع في هجومها وحربها العدوانية على قطاع غزة بنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وهي الدفاع الشرعي عن النفس. أي دفاع؟ هل يجوز الدفاع الشرعي مقصور وفقا لميثاق الأمم المتحدة ما بين الدول كاملة السيادة؟ فلا يجوز للسلطة القائمة بالاحتلال أن تستند أو تتضرع بحق الدفاع أمام حركات المقاومة الفلسطينية، لأن في إحنا في ظل احتلال هي محتلة هذه الأراضي، وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري بخصوص جدار الفصل، عندما أكد قضاة المحكمة بأن إسرائيل لا يجوز لها الاستناد أي مبرر تحت الدفاع عن النفس بخصوص بناء أو تشييد الجدار. وهذه سابقة تنطبق على ما يجري في قطاع غزة في هذه الحرب العدوانية. والواقع يعني الواقع أنه يعني فشل المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن والجمعية العامة وأخفق، ولم يوجد إجماع دولي حول وقف هذه الحرب العدوانية على قطاع غزة. بمعنى كيف يحق لمجلس الأمن ولهذه الدول التي تدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان، للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية التي تدعي بالديمقراطية وحقوق الإنسان، والولايات المتحدة الأمريكية لا تطبق مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني إلا انطلاقا من مصالحها الخاصة وليس انطلاقا من احترام وتطبيق القانون الدولي. وهذا ما ظهر من خلال التصويت، هناك كان إجماع في الجمعية العامة عندما استند إلى هذا القرار لقرار الاتحاد من أجل السلم، أكثر من 120 دولة صوتت، ولكن للأسف الشديد مجلس الأمن عجز بسبب حق النقد الفيتو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. إذن نستنتج أن الذي ينظم العلاقات ما بين أشخاص القانون الدولي اللي هم 193 دولة في الهيئة الدولية هو قانون القوة وليست قوة القانون، وبالتالي المشكلة لا تكمن في نص اتفاقية جنيف الرابعة ولا في القانون الدولي ولا القانون الدولي الجنائي، وإنما لا توجد آليات قانونية لإلزام وإيقاع العقوبة أو الجزاء على هذه الدولة أو تلك التي تخالف وتخرق مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وبالتالي إذا مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بمساءلة وملاحقة مقترفي جرائم الحرب بدءا برئيس الوزراء، لأنه في النظام الأساسي لا يعتد بالصفة الرسمية لهذا القائد أو هذا الزعيم. نعم. وبالتالي هذه مسؤولية المحكمة الجنائية الدولية. نعم. ورد هذا العاجل تواً معالي الوزير، مكتب حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة يقول لدينا مخاوف أن الهجمات في جباليا قد ترقى إلى جرائم حرب، يعني ما زال الأمر في طور المداولة، لم ترقى بعد كل هذا لم ترقى إلى أن تصبح جرائم حرب. اليوم السؤال، ما فائدة كل هذه التصريحات في ظل وجود واقع حامي أمريكي وعدم تجريم واضح للمسؤول الإسرائيلي؟ يعني بغض النظر، نحن نقدر ونثمن عاليا مواقف مؤسسات حقوق الإنسان، ونقدر مواقف الدول كموقف بوليفيا التي قطعت العلاقات الدبلوماسية. هذا موقف مشرف وموقف يستنكر العدوان والحرب الهمجية على قطاع غزة. هناك بعض الدول استدعت السفراء، وهذه خطوة إيجابية نحو الاتجاه، وهناك تضامن من قبل شعوب العالم، هذه خطوات جيدة، ولكن على أرض الواقع للأسف الشديد هذا هو القانون الدولي اليوم. هذه هي هيئة الأمم المتحدة التي تكيل بمكيالين، هناك ازدواجية في التعامل في تطبيق قرارات الشرعية الدولية اتجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير المصير. هناك فرق وتمييز
ما بين حق المقاومة المشروع المرتبط بحق تقرير مصير للشعب الفلسطيني وما بين الإرهاب المنظم من قبل السلطة القائمة بالاحتلال. هناك ميليشيات عسكرية من قبل المستوطنين، نعم، هناك ترتكب يوميا هذا ما أبشع تحدث به الجرائم بحق جوزيف الشعب بوريل. الفلسطيني. معالي الوزير جوزيف بوريل تحدث عن الهجمات التي يقوم بها مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة، وخاصة أنه راح ضحيتها 122 فلسطينيا على الأقل على أيدي مستوطنين، لا نتحدث هنا عسكريين. الآن الساسة الغربيون يبررون حرب إسرائيل على غزة بأنه يوجد حماس. اليوم كيف يمكن محاججة الغرب والمجتمع الدولي بأن مواطني الضفة، ما هو ذنبهم؟ لماذا يسكت عن عسكرة بن غفير لمستوطني الضفة؟ أولاً، نحن منذ عام 67 ونحن شعب محتل. هناك احتلال من قبل السلطة القائمة بالاحتلال، والاحتلال في القانون الدولي غير شرعي وقانوني، وذلك وفقاً لميثاق الأمم المتحدة نص المادة 2 بند 4، عدم احتلال أراضي الغير بالقوة أو التهديد بها. وبالتالي إسرائيل خرقت كافة مبادئ القانون الدولي باحتلالها الأراضي العربية، سواء الجولان، سواء الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. وبالتالي هناك قرارات من قبل مجلس الأمن ومن قبل الجمعية العامة تؤكد على أن الاحتلال غير شرعي وغير قانوني، وأن الاستيطان كذلك، قرارات من مجلس الأمن ورقم 2334 الصادر عام 2016 التي أكدت على عدم مشروعية الاستيطان وعدم قانونيته. إذن القانون الدولي في صالح الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وبالتالي سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو في مدينة القدس، نحن شعب واحد تحت الاحتلال. إسرائيل انسحبت من طرف واحد من قطاع غزة وأعلنت وكيان معادي، وهذا مخالف للقانون الدولي. ما زال قطاع غزة هو يخضع لقانون الاحتلال الحربي، وبالتالي حركات المقاومة سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة مقفولة وفقا للقانون الدولي. وبالتالي نحن كشعب فلسطيني نقاوم بكافة الوسائل المشروعة السلمية وغير السلمية التي كفلها لنا القانون الدولي. وتكييفنا القانوني، نحن حركة تحرر وطني وفقا واستنادا لقرار الجمعية العامة عام 1973، واستنادا إلى نص المادة 1 بند 4 من البروتوكول الأول الملحق باتفاقية جنيف لعام 77، والتي تنص على أن حركات المقاومة التي تناضل من أجل حق تقرير المصير وضد التسلط الاستعماري والاحتلال الأجنبي في الحرب التي تخوضها يعتبر نزاعا مسلحا دوليا. وبالتالي إذا كفل لنا القانون الدولي مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل، وما يجري في قطاع غزة وما يجري في الضفة الغربية هو وجه من أوجه المقاومة، سواء كانت سلمية أو غير سلمية، بكافة الوسائل المكفولة في القانون الدولي وينطبق علينا. ونحن انضمينا إلى اتفاقية جنيف ونشرنا 11 اتفاقية، نحن ملتزمون بتطبيق كافة اتفاقيات حقوق الإنسان واتفاقيات القانون الدولي الإنساني، ولكن بالطرف المقابل إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال حتى الآن لا تعترف بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، علما أن هناك رأيا استشاريا عام 2004 وكافة قرارات الأمم المتحدة سواء مجلس الأمن أو الجمعية العامة أكدت على انطباق هذه الاتفاقية. إذن المشكلة تكمن في المجتمع الدولي، المشكلة تكمن في ضعف آليات القانون الدولي والقانون الدولي الجنائي والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وأجهزة الأمم المتحدة. معالي الوزير، ابقى معي لو سمحت. مشاهدينا، قصص مأساوية جمة خلفتها الحرب الإسرائيلية والقصف العنيف على قطاع غزة المحاصر، عائلات أبيدت بأكملها ومحيت من السجل المدني. الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة لم تقتل أفرادا فقط، بل أبادت عائلات بأكملها. الهجمات تركزت في معظمها على المناطق المكتظة بالسكان. في يوم واحد قتل أكثر من 42 فرد من عائلة واحدة مؤلفة من 3 أجيال، أصغرهم لم يتجاوز عمره 3 أشهر، وذلك بعد تدمير المنازل بحي الشيخ عجلين في مدينة غزة، ليبقى الحطام فقط أثرا من تلك العائلة. كما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا خبر مقتل عائلة الممثلة الفلسطينية إيناس السقة، التي راحت ضحية القصف الإسرائيلي مع ابنتيها وابنها الذي مات متأثرا بجراحه. ومع كل ساعة تمضي يزداد القصف عنفا، وتباد عائلات بأكملها وتمسح أسماء من السجلات الرسمية. فبحسب آخر الأرقام، فإن الاستهداف الإسرائيلي أدى إلى شطب 55 عائلة فلسطينية في القطاع من السجلات المدنية.
نرحب من جديد بالدكتور محمد الشلالدي وزير العدل الفلسطيني. معالي الوزير، بحسب رويترز وAFP وعديد من الوكالات، تم مناقشة مشروع تمويل إضافي للأمن القومي وبحضور بلينكن أيضا. تطرقت هذه اللجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى وجوب أن تستعيد السلطة الفلسطينية سيطرتها على غزة. إلى أي حد هذا الكلام يمكن أن يتبلور في الأيام القادمة؟ إلى أي حد يعني بأن سيناريو التهجير ربما أصبح بعيدا؟ يعني أولا، جريمة التهجير القسري هي جريمة ضد الإنسانية وتخالف وتناقض نص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، وبالتالي إسرائيل تتحمل كامل المسؤولية الجنائية والقانونية. وثانيا، نحن كشعب فلسطيني سواء قطاع غزة أو في الضفة الغربية نتعرض إلى أبشع الانتهاكات الجسيمة، وإسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال ترتكب أبشع الجرائم. وثالثا، الوضع الداخلي الفلسطيني هو ليس برسالة من هذه الدولة، سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو ليس من قبل دولة أو رئيس من هذه الدولة أو تلك. هذا يحدده الأجهزة الدستورية الفلسطينية. هناك برلمان فلسطيني، مجلس وطني، وهناك تنظيمات فلسطينية متنوعة. صحيح هناك يوجد يعني خلاف وانقسام، ولكن نحن نتوحد كشعب فلسطيني من أجل معالجة هذه القضية. القضية لا تكمن في من يحكم قطاع غزة ولا في السلطة الوطنية، القضية تكمن حاليا في وقف هذه الحرب العدوانية المأساوية، وقف هذا القتال، لأنه يعني وصل العدد إلى 900 يعني إلى 8850 شهيد و24 ألف جريح، نصفهم من النساء والأطفال. وماذا ينتظر هذا المجتمع الدولي؟ ينتظر، كان من الأجدر والأولى ليس التحدث عن من يحكم قطاع غزة أو ما هي الآلية في ما بعد الحرب، على هذا المجتمع الدولي أن يعيد القضية إلى مجلس الأمن استنادا للفصل السابع بوقف هذا العدوان البربري الهمجي، وكذلك وصول الإمدادات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة، لأن القطاع يتعرض إلى أبشع الانتهاكات الجسيمة في هذه الوضعية. وبالتالي أنا يعني ردي أنه هذا مشكلة داخلية فلسطينية وستحل، طيب. ولكن آثار هذه الجريمة لابد من تحميل السلطة القائمة بالاحتلال المسؤولية بوصم هذه الدولة، دولة الفصل العنصري الأبارتايد، حتى يترتب عليها آثار قانونية بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وقطع العلاقات الدبلوماسية كما قامت بها بوليفيا وبعض الدول التي سحبت واستدعت سفرائها. التجربة الفلسطينية، التجربة الفلسطينيين الطويلة، ألا تؤكد عبثية ما يسمى شرعية القانون الدولي والمجتمع الدولي؟ هل ما زال بالإمكان يعني من قبل السلطة الفلسطينية أو القائمين على السياسة في هذه السلطة استثمار صراع المصالح بين الدول العظمى من أجل تحقيق مكسب فلسطيني؟ يعني بغض النظر عن عدم احترام وتطبيق المبادئ وقواعد القانون الدولي وعدم التزام باحترامها وتطبيقها لقرارات الشرعية الدولية، بدءا بقرار التقسيم وانتهاء بأي قرار صادر من مجلس الأمن أو الجمعية العامة، هناك العديد من القرارات التي تؤكد على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ونحن نؤكد على التزامنا بقرارات الشرعية الدولية والتزامنا بمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بغض النظر عن إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال تتمرد على هذا القانون. والنقطة الرئيسية، هذا العالم وهذا القانون الدولي الذي يحكمه قانون القوة سيتغير وتكون دول في تعددية للقطبية، بدل أن تتحكم في هذا العالم وتتحكم في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، دولة كالولايات المتحدة الأمريكية التي وقفت ضد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وقفت ضد وقف القتال، واتهمت حركات المقاومة بحركات إرهابية. كيف يجوز للشعب تحت الاحتلال أن يتهم بأنه إرهابي، بينما إسرائيل ما تمارسه من جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية هذا مبرر، وهذا مشروع ضد السكان المدنيين والأعيان المدنية، والتي خالفت به كافة مبادئ وقواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف الأربع. هذه مرحلة مؤقتة، ولكن نحن نؤكد كشعب فلسطيني وكحكومة فلسطينية على تمسكنا بقرارات الشرعية الدولية، وننادي بتنفيذ هذه القرارات، وهذه مسؤولية المجتمع الدولي، هذه مسؤولية الأمم المتحدة التي أنشأت إسرائيل بموجب قرار التقسيم رقم 180/2 بتاريخ
29/11/47، وبالتالي كفانا تضامن، وكفانا اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذي اتخذت به قرار الجمعية العامة. لابد أن تتحول وتنتقل هذه المؤسسة الدولية من أجل أن يكون أن تطبق وتجبر الدول بالالتزام باحترام وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، حتى نحصل على حقوقنا الثابتة والمشروعة، وعلى رأسها حقنا في تقرير المصير المكفول في القانون الدولي، ونحن فقط نطالب بتطبيق قرارات الشرعية الدولية. طيب معاليك، وزير الخارجية الأمريكي بلينكن يصل إلى إسرائيل الجمعة، هذه الزيارة الثالثة منذ 7 أكتوبر. مع هذا الضغط الشعبي الدولي الكبير، يعني شعوب العالم قاطبة تقف مع حق الشعب الفلسطيني اليوم، هل يمكن أن يتغير بنك الأهداف الإسرائيلي؟ هل يمكن أن يتزايد الضغط على الجانب الإسرائيلي من الجانب الأمريكي الذي حدث فيه تغير طفيف؟ يعني أنا أرى أن الأمور بغض النظر عن هذا المسؤول الأمريكي واقف واضح جدا منذ البداية، وواضح جدا لنا الموقف الأمريكي، واضح جدا الدعم اللامحدود للسلطة القائمة بالاحتلال، وواضح جدا لو هناك ضغط أو إلزام من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال محتلة هذه الأراضي منذ عام 67 لتغيرت الأوضاع، ولكن على أرض الواقع نرى أن هناك فرق شاسع في الدعم اللامحدود لإسرائيل على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. ونحن نؤكد للعالم أجمع أنه لا يمكن إقامة الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط بدون حصولنا على حقوقنا المشروعة وعلى رأسها حقنا في تقرير المصير. ونحن نؤكد على أحقيتنا بمقاومة السلطة القائمة بالاحتلال بكافة الوسائل المكفولة في القانون الدولي، ونحن كذلك نؤكد على أن كافة الضحايا سنقدم وسنلاحق وسنسائل كافة قادة الاحتلال الإسرائيلي مقترفي جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية أمام القضاء الجنائي الدولي ممثلا في المحكمة الجنائية الدولية، وأمام القضاء الوطني والقضاء الإقليمي، سواء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وبالتالي هذه حقيتنا، وجرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، وذلك استنادا إلى قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبالتالي في نهاية المطاف نحن كشعب تحت الاحتلال سنقاوم كافة هذا الاحتلال، وسنبقى صامدون على هذه الأرض. نحن ضد التهجير القسري، ولا نكرر تجربة 67 و48. شكرا. بتهجير وبسبب ارتكاب إسرائيل أبشع الجرائم الإرهابية. نعم. بحق الشعب الفلسطيني. أنا أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد الشلالدي، وزير العدل الفلسطيني.